السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حديث الناس، وفي هذه التغطية الخاصة من قناة طيبة الفضائية السودان من الثورة إلى الدولة ومناقشة مهام الفترة الانتقالية الواردة في الوثيقة الدستورية. إن تعقيد الهوية السودانية يمكن في أو يكمن في إشكاليات مدى إدراك السوداني لهذه الهوية، وهذا الإدراك يختلف من مجموعة إلى أخرى حسب التقسيم المناطق للسودان. أما الأهم من هذا الإدراك فهو مدى مقدرة هذه المجموعات على التعايش السلمي الذي يبرز أو يبرز أحد مكونات الدولة الأساسية ومدى احترامها بعضها لبعض. هذه المجموعة أو تلك لديها من الحقوق والواجبات مثل ما لغيرها، فضرورة الاعتراف بهذه الحقيقة هو جزء من مفاهيم الدولة الرشيدة الذي يجب أن تزرعه في نفوس أفراد المجتمع. وقد عرف السودان أو تنوعه الثقافي والاجتماعي وتعدد لهجاته، وقد تمظهر ذلك التباين في سياق من التعايش السلمي الفريد، بيد أن ثمت مهددات وظروف طرأت على السودان أخذت تهدد ذلك التعايش السلمي، وقد ظهر هذا جليا في الأحداث الأخيرة بالبحر الأحمر. فما هي الأسباب الحقيقية وراء هذه الأحداث الدامية، وما هو الدور المطلوب من الدولة لمنعها وعدم تكرارها مرة أخرى، وهل هناك أيدي خبيثة وخفية تعمل على إذكاء نار الفتنة بين القبائل المختلفة؟ إذن أسعد جدا بأن أطرح هذه المحاور على ضيوفي داخل الأستوديو مع الأستاذ محمود عبد الجبار الخبير الاستراتيجي والأستاذ محمد عثمان الرضي الصحفي والمحلل السياسي. باسمكم جميعا ورحب بضيوفي داخل الأستوديو. أستاذ محمود أهلا ومرحبا بك. مرحبا بك ومرحبا بالسادة المشاهدين الكرام، ونسأل الله أن نكون ضيوف خفيفين على الناس. أستاذ محمد مساء الخير عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بك ومرحبا بالإخوة المشاهدين على امتداد البث داخل وخارج السودان. إن شاء الله مساء الخير عليكم بمكوناتكم المختلفة، إن شاء الله مساء يحمل بشريات لأهل السودان ويبث روح السلام والأمن. أستاذ محمود عبد الجبار أبدأ معك، حدثنا عن حول هذا المفهوم والحديث عن التعايش السلمي، هذا المصطلح الكبير. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. وطبعا التعايش السلمي هو ضرورة اجتماعية لأنه طبيعة الحياة، وكما يقولون الإنسان بطبعه مدني، فطبيعة الحياة وتداخل المصالح والتشابك الارتباطات بين الناس، فبتجعل من الضروري جدا جدا أن الناس تكون متعايشة مع بعض، بمعنى أن لا يعتدي أحد على أحد وأن لا يسخر أحد من أحد، وبالتالي بتكون في تعاون مع جميع المكونات القاعدة في حتة معينة. لكن هذا المصطلح الناس ادوه بعد سياسي أكبر، وبيقى واحدة من مفردات السياسيين اللي بيحاولوا يضعوها كأجندة ومن خلالها ينفذوا على أنه في هناك ظلم في هذه الدولة، هناك تهميش في هذه الدولة، ومن هنا جاءت نظرية الهامش والمركز بالطريقة زي دي. لكن الشعب السوداني بطبيعته، وأكبر حاجة رابطة بينه ومع بعض اللي هو أنه العلاقات الاجتماعية المبنية بالدين بالثقافة الإسلامية، فلذلك بتجد السودانيين ديل كلهم ثقافتهم مع بعض، بتعاون مع بعض. مثلا إذا أنت نظرت لأم درمان أم بدة الخرطوم، فبتلقى جارك ده من كردفان، جارك ذاك من دارفور، جارك ده من الجزيرة، إنت من الشمالية، إنت من كسلة، إنت من القضارف، فبتجد إنه شنو ما في واحد بيشمئز من الثاني، فبتلقاهم متداخلين مع بعض، متعاونين مع بعض، بيحضروا الزواج مع بعض، بيمشوا للمآتم مع بعض. فالحكاية دي مربوطة زي ما لما تمشي المسجد تخش كده، لما الإمام يقوم استقيموا ما في زول بيعاني لواحد ياخذ من الغرب ارجع له ورا، ولا انت من الشرق ارجع له ورا، فبتلقى الناس كلها متزاحمه في روح توريك انه الرابطه بين الناس دي ما في تفرقه. لكن الظلم موجود بين الناس، الاعتداء موجود بين الناس، وحتى ذاك القران وضع عقوبات وتنبيهات تمنع من الظلم وتقتص من المعتدي وكذا، ده شيء طبيعي بيحصل. طيب سنأتي إن شاء الله أستاذ محمود للأسباب اللي بتؤدي لعدم استقرار مثلا المجتمعات أو انعدام حتى مسألة التعايش السلمي. أستاذ محمد مرحبا بك. وعليكم السلام. من أين تنبع أهمية الحديث عن هذا الأمر؟ السودان قطر مترامي الأطراف، متعدد الثقافات واللهجات واللغات، وهذا التنوع
خاصية اختص بها السودان وغيره من الدول. وهذا التنوع إن لم يتم إدارته إدارة مثلى وإدارة صحيحة يتحول من نعمة إلى نقمة. نعم. ولا يوجد قطر في العالم يحظى بتعايش ديني وتعايش إنساني وتعايش أخلاقي ما بين أفراده كالمجتمع السوداني. وهذه من الصفات والنعوت التي امتزنا بها عن غيرنا في الخارج. هذه النعمة لا يتزوقها الشخص ولا يعرفها إلا ما عندما يغترب ويذهب إلى خارج السودان ويحتك بالمجتمعات الأخرى فيعرف قيمة التعايش في السودان. أنا في السودان لم أشعر يوما من الأيام بأني قريب في الغرب أم غريب في الشرق أم غريب في الوسط، ولعل المواطنة هي أساس الحقوق والواجبات، ولعل هذه المواطنة لو طبقناها تطبيقها صحيح ونزعنا من دواخلنا النزوع إلى النزوات العنصرية والنزوع إلى النزوات الضيقة القبلية لكان هذا الشعب خطأ خطوات جادة إلى الأمام. ما نسمعه وما نشهده هذه الأيام أثر سلبا على وأحدث شرخا كبير في مكونات النسيج الاجتماعي. نحن الآن أمام تحدي كبير جدا. الناس الآن يتحدثون عن التحدي الاقتصادي ويتحدثون عن صفوف الخبز ويتحدثون عن صفوف الوقود، ولكن هنالك أمر أخطر من ذلك هو التعايش السلمي والأمن الاجتماعي. إن لم يكون هنالك أمن اجتماعي ولم يكون هنالك تعايش سلمي من الصعب جدا أن نعيش مع بعضنا البعض ونمارس حياتنا مع بعضنا البعض. جميل، سأعود إليك مرة أخرى أستاذ محمود. قال الأستاذ محمد ذكر واحدة من المسببات لمسألة عدم التعايش أو يعني خلق حالة عدم تعايش سلمي في مجتمعاتنا. نحن معروفين بتسامحنا، لكن مرات بتبرز هذه الأشياء، وعندنا أحداث البحر الأحمر في بورسودان كخير شاهد. يعني ما هي الأسباب اللي بتخلينا نفقد قيمة التسامح دي في لحظة من اللحظات ونطلع يعني ننكفع القبلية؟ وهو طبعا يعني إحنا لابد نضع في حسباننا إنه دولتنا هذه يعني تتعرض لاستهداف قديم، وده يعني يجب انه يكون مفهوم لدى الناس. البعض يعتبر نظريه مؤامره. ليس حتى لو كانت نظريه مؤامره هي صحيحه يعني. صحيحه، نحن يعني في النهايه عايشين في السودان ده وشايفين حجم التآمر عليه. وفي فتره بدايات الثوره وقبل استغلال الموضوع تحركت جهات استخباراتيه كبيره في السودان، وتحول السودان لاكبر بؤره استخباراتيه. حتى بعض الدول سخرت سفارات دول صغيرة تجمع لها معلومات عن الناس، عن طريقة أكلهم، عن طريقة شربهم، قبائلهم، عاداتهم، تقاليدهم، ده كله عشان بعدين يشعل به فتيل. أنا أديك مثال بسيط عشان نربط الأمور بعضها البعض. طيب اسم السودان في غايمة الدول دعم الإرهاب في ظل نظام الباي من قبل الأمريكان. المفترض مجرد ما سقط النظام السابق النظام البايد ترفع تلقائيا، لأنه دي قصة تجاه نظام محدد. النظام سقط، الأمريكان قاموا خطوا شرط غريب جدا جدا، وعشان كده ربط بالبحر الأحمر وحيتحول في القضارف إن لم ننتبه ونفطن. كيف؟ قالوا هذا الأمر مربوط بتحقيق السلام في البلاد، في حين أنه عندما وضع اسم السودان ما كان في حرب في دارفور ولا كان في حرب في هذا دي. اذا دي ما من مسببات فرض وضع الليزم السودان في القائمه، ده ما من المسببات، فبالتالي تكون هي احد الركائز اللي رفعه، فده نوع من اللي هو الالتواء والالتفاف. طيب فبالتالي هذه الجمله وهذا الشرط يجعل تعنتا من حمله السلاح في توقيع سلام، لانه في دفع من برا من امريكا زي ما حصل في الجنوب. عشان كده ارقموا نظام البشير ان يوقع على حق تغيير المصير في الجنوب، ومعروفه تجربه تغيير المصير دي ما غادت لوحده مطلقا. اي اقليم اخذ تغيير المصير طوال انفصل، معروفه القصه دي. والان قالوا تحقيق السلام. طيب اذا وقعنا اتفاق سلام في دارفور والمنطقتين جنوب كردفان والنيل الازرق، طلع لنا الشرق، طلع لنا الشرق، نقول يا جماعه الموضوع انتهى خلاص احنا وقعنا سلام، يقول لك لا ما عندي فيها مشكله في الشرق. تحاول بجهد كبير يعني انت بدل ما تنتبه للتنميه والتطور واعتكاف اقتصاديه وكذا،
حتبقى كيف تطفي النار دي؟ طفيت دي تولع لك واحد بتاع القضارب. فالان ما يحدث في شرق السودان صحيح قد تكون في مسببات طبيعيه، الاخوه من الاب والام بيتنازعوا في حقوق في واجبات وبيوصلوا لحل، كون ناس النزاع ده طبيعي. لكن الما طبيعي انه الان يعني الكلام ده يخش فوق اجنده، يطلع لك ناس يقول لك نحن ثاني ارضنا ما في زول بيجيها وما في زول من المركز بيمسك فد الارض في الحته الفلانيه، فبقت القصه شنو؟ كانه ده دوله ثانيه. فده الخطاب الخطير المفقغ. شرق السودان ولايه البحر الاحمر 760 كيلومتر ساحل، لاحظ هذه مساحه شاسعه، يعني ده دي دوله، دوله بالموارد، يعني ده انت ممكن تعمل فوقه منطقه مفتوحه، ممكن تعمل فوقه منطقه حره، ممكن تعمل فوقه الموارد للدول المخنوقه، ده براءه اقتصاد. اضف الى ذلك كميه الغاز الطبيعي الموجود في الساحل ده اكثر من الغاز القطري والغاز الاماراتي. هل ده بقودنا لانه ممكن يكون واحد من الاسباب انه الموارد اللي فيها دي تكون جزء من يعني شعار الفتن؟ بنسبه 100% انا لا اشك في ذلك. لا اشك في ذلك البتة، نحن دوله نمتلك مقومات ومقدرات في مصاف الدول الكبرى. طيب انا يعني اعود لك ان شاء الله استاذ محمد، بقول لك يعني الخيرات اللي بنتمتع بها نحن، وذكر مساله امريكا انه خاطر الحكايه دي يعني زي الحبل بتاع المشنقه، انه كل ما نقفز من حته بخطوا لنا. شنو من الاسباب الاخرى اللي ممكن تجعل مثل هذه الصراعات تشب من لحظه الى اخرى؟ اقليم شرق السودان هناك معلومات كثيره جدا قد تكون غايبه عن اقليم شرق السودان لكثير من الناس. اقليم شرق السودان تبلغ مساحته حوالي 5000 كيلومتر مربع، هذا بالتقسيم القديم لما نعم. كان السودان اقاليم، يعني احنا بنتكلم عن ولايه القضارب. نعم انا بتكلم بالتقسيم القديم وانا جايك. ال 5000 كيلومتر مربع دي يقطنها حوالي 6 مليون نسمه. طيب باخر تعداد سكاني معتمد. اقليم شرق السودان به 5 مشاريع زراعيه قوميه. اقليم شرق السودان يحادد 3 دول رئيسيه، يحادد دوله اريتريا ويحادد دوله اثيوبيا ويحادد دوله مصر. الحدود حدود طبيعيه وحدود منسابه. وجود هذه الدول ولهذا الاقليم الذي يمتاز بالعديد من الامكانيات الغير مكتشف فيها اكثر من المكتشف في ولايه البحر الاحمر وفي محليه جبهه المعادن، فقط هنالك 55 معدن معتمد رسميا من وزاره المعادن في محليه واحده في ولايه البحر الاحمر. 55 معدن من بينهم الذهب، من بينهم الحديد، من بينهم اليورانيوم. اليورانيوم العامل ضجة في العالم ده كله، الآن نحن عندنا اليورانيوم في محلية جبيت المعادن. عندنا ساحل يمتاز حوالي 700 كيلومتر كما أسلف الدكتور محمود، ساحل بكر، الساحل ساحل البحر الأحمر الوحيد الذي تتوافد عليه يتوافد إليه كل السواح من كل حد من وصوب لممارسة سياحة واحدة قد لا توجد في السواحل الأخرى، سياحة القطس في أعماق البحار. 90% من أفلام الوثائقية لأسماك القرش وأسماك الزينة والأحياء البحرية التي يتم عرضها في القنوات العالمية يتم تصويرها داخل ساحل البحر الأحمر السوداني. إذن أنت بتأكد كلام أستاذ محمود أن المسألة عندها أبعاد اقتصادية وحرب يعني. الآن ولاية القضارف تحادد إقليمين في دولة أثيوبيا، تحادد إقليم الأمهرة. إقليم الأمهرة الآن تعداد سكانه حوالي 35 مليون نسمة، اللي هو تعداد سكان جمهورية السودان. إقليم التجراي 8 مليون نسمة، ولاية القضارف 2 مليون نسمة. عشان كده لو لاحظت الآن التعديات قاعد تحصل من الحين والآخر. الآن دولة أثيوبيا، أنا ما بقول الدولة الرسمية، هم بيقولوا والله شفتها دي الناس خارجين على القانون بيخشوا وبينتزعوا الأراضي وبيقتلوا ويتوقر داخل الأراضي السودانية ويقتلوا المزارعين السودانيين، لكن دائما أبدا بتحفظ على كلمة شفتها. الآن لو خارجين على القانون يكون عندهم سلاح ثقيل مثلا، السلاح الثقيل ده هو ملكا لجيش نظامي، أنا بتحفظ على هذه العبارة. الآن محتلين 2 مليون حوالي 2 مليون فدان من أخصب الأراضي الزراعية في ولاية القضارف في منطقة الفشل. مصر كما معلوم 2 مليون ولا 2000؟ لا 2 مليون فدان. 2 مليون فدان، انا الرقم ده موجود في وزاره الزراعه وموثق. للاسف الشديد من الحاجات برضو المزعجه
الآن يعني لم تكتفي دولة مصر باحتلال حلايب ولديها أطماع للتمدد من الحين والآخر. أنا مسألة خطيرة جدا، أنا داخل مثلث حلايب المحتل، هنالك يعني مملكة تاريخية اكتشفت، مملكة نوبية تاريخ حضارة البيجة اكتشفت داخل مثلث حلايب المحتل، وتم أخذ هذه الآثار والذهاب بها إلى القاهرة، وهي من الآثار التاريخية التي كان يبحث عنها في قديم الزمان، ولعل المؤرخين والباحثين أثبتوا أن هذه الآثار كانت في أراضي السودانية وتم أخذها وذهبوا بها إلى القاهرة. إذن دي كلها مسببات الشرق الآن للأسف الشديد، الآن الأطماع الخارجية على شرق السودان أكثر بكثير جدا من الأطماع الداخلية. طيب. الآن دي بيحتم علينا أنه شرق السودان في المرحلة اللي جاية حيكون محط الأعداء والأصدقاء معا. زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مدينة سواكن وما أحدثته من ضجة عالمية في المواقع الإسفيرية وغيرها، وكان لها ما لها. الآن الشركة الفلبينية التي أتت وتعاقدت لإيجار ميناء برصدان وتم إلقاء هذا العقد المجحف وإلى آخره، كانت بدعم من دولة عربية شهيرة أيضا لها أطماع كبيرة جدا في هذا الساحل. شرق السودان ما لم ينتبه له وما لم ينظر له نظرة مختلفة تماما ربما يخرج هذا الشرق من أيدينا. إذن كل يعني كل المسببات التي أنت ذكرتها ممكن أن تقودنا مباشرة لإشعال الفتنة بأشكال مختلفة. يعني الآن جونا في مسألة حرب الوكالة. نعم. طيب حن إن شاء الله نشوف المزيد من الأسباب في مسألة إشعال الفتن، مش في شرق السودان حتى، نحن نتوقع في حتات أخرى، وكيف نقدر نجابه مثلها يعني هذه البؤر التي تظهر من حين إلى آخر في منطقة إلى أخرى. لكن عقب هذا الفاصل مشاهدينا الكرام، من ثم نعود لنواصل هذه التغطية الخاصة، السودان من الثورة إلى الدولة، تابعونا. اهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في حديث الناس. والتعايش السلمي في السودان، تختلف مكوناتنا القبليه، سحناتنا المختلفه، لهجاتنا، لكن كلنا في المقام الاول يجمعنا السودان، في المقام الثاني تجمعنا ديانه واحده الا وهي الاسلام. طرح هذا الموضوع على ضيوفي داخل الاستوديو، الاستاذ محمود عبد الجبار الخبير الاستراتيجي، والاستاذ محمد عثمان الرضي الصحفي والمحلل السياسي. استاذ محمود، اعود اليك بالسؤال اللي بيخلي القبائل، ونحن بطبيعتنا السودانية السمحة دي وناس طيبين ومتسامحين في أصلنا، تنشب بينها مثل هذه يعني الصراعات من حين إلى آخر، ما السبب؟ هو في الغالب السبب بتكون في حاجة بسيطة، ظلم يقع من فرد مثلا. يعني أنت إذا رجعت ورا شوية اللي حصل بين المعالي والرزيقات وابن عمومة وكمية الناس الماتوا والقصة، لكن كانت الدولة وقتها يعني شنو عندها شكيمة وقوة، احتوت الموضوع وانتهت كده. فطبيعي تكون في حاجات بسيطة تحصل، لكن ما بعدها انه الان في غبن سياسي. لاحظ في غبن سياسي، الغبن السياسي ده، شوف شرق السودان ده، حركات اللي كانت فوقه تحمل السلاح ضد الدولة وقعت اتفاقات وشاركت في كافة مساعدة الحكم. طيب. واستقر الإقليم تماما. بعد الثورة الاتفاقات دي لم تلغى، اتفاقية الشرق ما اتلغت. صحيح. فالمفترض الدولة حكومة الثورة تستوعب المكونات دي كلها، فإذا بها دارت وجهها عن هذه المكونات جميعا. وأنا عندي علاقات كبيرة مع أعداد كبيرة من قيادات النازل، وكان بيقول لك إحنا ما بنسكت قص زمن إنك أنت تهضم حقي. هم اذا كان واحدين منهم ابناء حركه اسلاميه وحملوا السلاح ضد الدوله بتاعت الحركه الاسلاميه عندما شعروا ان هناك ظلم وقع عليهم، فكيف انت الان بعد الثوره والتضحيات دي كلها تستبعد مكونات هي كانت تحارب معك ضد الانغاز لما كنت انت بتحارب فيها، والان المكونات دي بقت تنفيذها برا، وبالتالي طبيعي اذا حصل اي خرق في النسيج الاجتماعي او اي اشكال يضخم، بالإضافة للأيادة الخارجية. فبالتالي الآن الحكومة مع الأسف حكومة الثورة بدل ما تسعى إلى تضميد الجراح وتحييد الأعداء وجمع ما يمكن جمعه والتحالف معه، هي تصنع كل يوم عدو، تصنع أعداء. كيف ذلك؟
تصنع عداء بتصريحات غير مسؤولة، تصنع عداء بتهميش المكونات السياسية الأخرى كلها، وتصنع ديكتاتورية بموجب وثيقتها تخليها هي المتحكم الأول والأخير في السودان، القرار لها هي سواء كان على مجلس الوزراء أو في المجلس التشريع المرتقب. كل الشغل ده يعني كأنها حكومة عسكرية في ثياب مدنية. ده كله بينعكس سلبا ومباشرة المكونات السياسية، لأنه في النهاية الناس دي يقول لك يا أخي في مواطنة موحدة. طيب المواطنة الموحدة المساوية الإيجابية دي تجعلني أنا شريك، فأنت من شريك حولتني لعدو، وبالتالي دي واحدة منها. الأمر الثاني إنه الحكومة رغم ده كله يعني هي ضعيفة، ضعيفة في أداء. فأنت لما أنا من البداية حذرت من مغبة إيجاد حكومة غير مدعومة من الجميع، خاصة في الفترة الانتقالية، أي حكومة غير مدعومة من الجميع هي عرضة لأن الناس تنقض عليها من كل اتجاه. حتى الذين شاركوا مع النظام الفائت؟ هو أنفسهم شاركوا مع النظام الفائت. 2005 نفاشة، حتى النسب بتاعت مشاركتهم في البرلمان وفي اتخاذ القرار كانت موجودة ومعروفة. والجماعة دي كان عندها 12% من البرلمان، الحركة الشعبية كان عندها 28% من البرلمان، معروفة القصة دي. لكن القصة شنو؟ قصة إنك شريك وما شريك دي إحنا تجاوزناها، لأنه في النهاية لن تجدي فتيلا. نحن الآن البلد دي زي ما تفضل أخونا محمد عثمان، يا أخي في دول تعتدي عليها، وأنا ما دار أقول لك كلام سمعته من زول قمة في البلد في جلسة، قال يا جماعة ما تشوفوا الكاميرات ديل والسلام ده مع الرؤساء والناس ديل، ناس ديل كيف شايلين من أرضنا؟ كلام واضح، تشاد شايلة من أرضنا، جنوب السودان شايلة من أرضنا، أثيوبيا شايلة من أرضنا، أريتريا شايلة من أرضنا، مصر شايلة من أرضنا، والباقيين عاوزين يسيطروا على الساحل بتاع البحر الأحمر عشان نكون نحن ما عندنا سيادات تكون منقوصة. انت بدل ما تزعى تجمع الناس كلها انت تحقق سيادتك المنقوصة، انت بتصنع عداء عشان تنقص السيادة اكثر فاكثر. الان الاقليم ده بالمناسبة اذا ما تدارك امره بشراكة حقيقية من مكوناته في اتخاذ القرار في الخرطوم، الاقليم ده حيلتهب اكثر. ما في شراكة حقيقية الإقليم حيلتهب بطريقة أكبر وأكثر. طيب نحن عندنا فترة انتقالية مفترض نهيئ فيها العمل، لأنه يكون في عمل بتاع انتخابات بطريقة سلمية نأسس فيها للدستور لحد الناس ما تنتقل. الآن الشراكة تكون كيف يا أستاذ محمد؟ أنا الآن أتحدث عن المظالم، وهذه المظالم ما زالت في إقليم شرق السودان هي سيدة الموقف. الآن إقليم شرق السودان بالرغم ما يقدمه من دعم سخي للخزينة العامة، من عايد هذه الموارد الضخمة، ولكن للأسف الشديد نجد تجاهل كبير جدا لهذا الإقليم. يعني نضرب لك مثال، يعني مدينة بورسودان 60% من دخل الخزينة العامة يأتي من ميناء بورسودان وبالعملة الصعبة بالهارد كرنسي. الآن مدينة بورسودان تعاني من أزمة طاحنة في مياه الشرب، استكسروا على مدينة بورسودان وعلى مواطن ولاية البحر الأحمر مد أنبوب لمياه الشرب من النيل في الوقت الذي تم في زمن وجيز جدا إنشاء خط أنبوب البترول من أقصى جنوب السودان لأقصى شرق السودان في ميناء بشاير اللي صادر. الآن شرق السودان معدلات أو الوفيات في الأطفال دون سن الخامسة من سوء التغذية والنساء الحوامل تكاد تكون يكون الإقليم الأول في معدل الوفيات دون سن الخامسة، الأطفال دون سن الخامسة والنساء الحوامل. الآن إقليم شرق السودان نمرة واحد في انتشار الأمراض المستوطنة، الخواجات بيقولها الاندميك ديسيز. الآن 80% من المصابين من مرض السل أو مرض الدرن هم من إقليم شرق السودان. الآن نسبة التسرب للطلاب في إقليم شرق السودان تكاد تجاوزت 60% في المدارس الحكومية. في الصف الأول يدخل 80 طالب، في سنة تامنة ما بتلقى في 3 طالب يمتحنوا. علو البيئة وطبيعة الناس لها دور في المسألة دي أستاذ محمد؟ البيئة لها دور وطبيعة الناس لها دور، ولكن أيضا إن كان هنالك جهد من الحكومة يمكن تدارك هذا الأمر. طيب. كانت هنالك سياسة استخدمت، سياسة برنامج WFB القزاء مقابل التعليم.
انت عشان تضمن وجود الطالب في المدرسه انت بتاكله وبتاكل اسرته بتوفر له مواد تموينيه، لانه الطالب ده اسرته تحتاج له عشان يمشي يجيب مويه، عشان يمشي يقطع حطب، عشان يمشي يرعى البهايم، عشان يكون جزء من مصدر دخل الاسره. اقليم شرق السودان الان اصبح من الاقاليم الطارده. ميناء بور السودان اصبح طارد استاذ محمد. طيب. كل السودان كويس. ميناء بور السودان كان يعتمد على ميناء بور السودان حوالي 14,000 عامل من عمال الشحن والتفريغ، ولو عمال الكلات ديل عتاله ديل بيعتلوا شالوا عتلوا اقتصاد السودان في كتوفه، بيشيلوا الشوالات من داخل البواخر يفرغوها برا. 14,000 عامل من جراء التحديث الذي تم في آليات المناولة في ميناء بور السودان بقدرة قادر ال 14,000 عامل فقدوا وظائفهم وفقدوا عمله، الآن أصبح مهدد أمني خطير إضافي في إقليم شرق السودان. 14,000 عامل يعولون حوالي 60,000 أسرة. طيب ده ملف من الملفات الآن بتحتاج. الآن إحنا عندنا 3 مشروعات زراعية. عندنا مشروع دلتا توكر ده تأسس عام 1869. دلتا توكر ده من أخصب الأراضي على مستوى العالم، أورجانيك زراعة طبيعية، يعني الليلة كان زراعة زول باكر زول ده بيقوم. الآن 60% من مساحة مشروع دلتا توكر ال 406,000 فدان، المشروع ده بالمناسبة تأسس 1869 زمن الأتراك 1869. الآن 60% من مساحة هذا المشروع مغطية تماما بالمسكيت. مشروع القاش بولاية كسلة 70% من مساحته مغطية تماما بالمسكين. يعني انت لاحظ كل هذه الظروف الاقتصادية بالإجابة المجاعات والأمراض والكوارث الطبيعية التي مرت بهذا الإقليم، ألا يكون ذلك مبرر لرفع السلاح؟ ألا يكون ذلك مبرر لرفع السلاح والجهر أمام المركز مما دفع أبناء الإقليم؟ بس ما ادري اللي كرس الحاجه دي، نحن الان نريد انا ما جايك انا اطرح لك مشكله ثم بعد ذلك اتيك الحلول. مما دفع ابناء الاقليم للتمرد عام 1994 وتم توقيع اتفاقيه اسمره. الان نحن ضد الانفصال مالا اي دوله. الان احنا دوله جنوب السودان، انفصل جنوب السودان، الان نحن نعاني من مرارات دوله جنوب السودان. نحن ضد الانفصال، ولكن في نفس الوقت نحن مع اعطاء الحقوق. طيب ان شاء الله سالنات لدى الحلول. انا في شرق السودان دائما ابدا بستند في بيت الشعر، ارى تحت الرماد وميض نار واخشى ان يكون له ضرام، فان النار بالعودين تسكى وان الحرب اولها كلام. احنا لو قعدنا طبطبنا ولو قعدنا غطغتنا يا استاذ يوسف لا زمن الغطغطه والدسديس انتهى وما في غطغطه. نحن انا الجرح ده لو ما قعدنا مسكناه، لو ما قعدنا عصرناه ونظفناه تمام، الجرح ده ما بيتعالج حسب غرغرين وحنبتر الغدر. انا اتفق معك، وهذا ديدنا نحن في قناه طيب الفضائيه انه نفتح الملف ونشوف الاسباب الحقيقيه حتى يعني لا يكون هناك اشكال، واملنا من خلال هذه التغطيه الخاصه انه يطلع السودان لبر الامان. انا بعتقد اعتقاد جازم ما يحدث الان من احتكاكات قبليه بشرق السودان هي احتكاكات بسيطه واحتكاكات مقدور عليها بحنكه قيادات الاداره. يعني الان في عمل كبير جدا تم من نزار وعمد ومشايخ القبائل، والآن تم توقيع قلد. القلد بالمناسبة بلغة البداويات معناته وقف العدايات، وما زال أهلنا في البيجة ملتزمين بالأعراف والعادات والتقاليد. الآن ولاية البحر الأحمر أصبحت تتعافى 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 وتسير إلى الأمام. أنا أعتقد الآن هنالك جهد كبير جدا ولا بد من الإشادة به. الآن قوات الدعم السريع قامت بتعزيزات عسكرية مكثفة جدا للمرة الثانية. المرة الأولى كانت أيام الأحداث الأولى، استطاعت قوات الدعم السريع في زمن بسيط من جميل. السيطرة. الآن برضو قوات الدعم السريع عملت عمل كبير جدا. الآن في عمل كبير جدا قام به جهاز الأمن والمخابرات، وأنا من هنا أنا حقيقة أشيد بمدير عام لجهاز الأمن والمخابرات، أوفد ولأول مرة في تاريخ مدينة بور السودان أوفد اللواء أسامة سلمان مدير جهاز الأمن والمخابرات، وهو متخصص في فض النزاعات. الآن يعمل مع القبائل ويعمل مع الإدارة العالية، واستطاع أنه يضع بصمة حقيقية، واستطاع أنه يعمل استقرار بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية الأخرى. جميل، وهذا ما نصب إليه. يعني إن شاء الله المسألة يعني لا تتطور الأكثر، وإنت الآن أشرت إلى نقاط من الأهمية بمكان. أنا أعتقد أنه هذه الحلقة لا تفيها حقها، وإن شاء الله سنأتيها في حلقات نادى الجمهور إنه حلقات باستفاضة. الهواء الساخن ده لازم يطلع يا استاذ محمد. انا جاهز، لازم الهواء الساخن يطلع وكل ابناء السودان يجوا يقولوا حقهم. في النهايه دي بلدنا. ارجع عليك استاذ محمود مره اخرى، تنوعنا القبلي السمح ده ما هو اهلنا الحدندوه واهلنا البني عامر وكل القبائل في السودان
أنا جاري من الشمال وجاري من الجنوب وجاري من الوسط من الغرب، عايشين بسلام وأمان وبناكل لقمة العيش ونتقسمها. اللي بيخلي الحاجات دي تسكن أنت تقبل أشرت إنه في أيادي خارجية وبتحصل صح صحيح نزاعات خفيفة. التنوع الجميل ده كيف نخلق منه تعايش يستمر بذات الجمال؟ طيب أول حاجة في نقطة مهمة اللي هي إنه نحن عاوزين نبسط هيبة الدولة وعاوزين العدالة تكون واضحة. نعم دي أهم شيء، لأنه يعني إذا شعر المواطن إنه الدولة منحازة لمواطن من مكون غيره كده هنا بي 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 بيجنح إنه يأخذ حقه بإيده. دي واحدة من الأشياء. الشيء الثاني وهو برضك مهم إنه نحن مخطط تقسيم السودان ده لازم الناس تفهم. مخطط تقسيم ده بالمناسبة يعني ما خيال وبدأ بالفعل بجنوب السودان. وأنا في سنوات ماضية سفير دولة مجاورة قال لنا بالنسبة للمجتمع الغربي والأمريكان بالنسبة لتقسيم السودان خلاص انتهى الملف، بيقى الآن بيدرسوا في داعيات تقسيم السودان على دول الجوار. لا ما آليات انتهت كله، ما الآليات شغالة على التقسيم الآن، هم بيدرسوا تداعيات تقسيم السودان ده على دول الجوار. يعني أثيوبيا حيحصل على شنو في حالة القسم غير شرق السودان، أريتريا كده، مصر، تشاد، ليبيا، بيدرسوا التداعيات دي كيف ويقللوا من المخاطر. ما هم الخوف من انه بعد ما يتقسم مثلا دويلات تكون دويلات مليئه بعناصر ارهابيه وسبب مشاكل. وبعدين معروف انه انفراد عقد الامن في السودان انفراد عقد الامن في القاره كلها، لانه السودان دوله محوريه في القاره وبالتالي حتكون المنداحه في كل المنطقه. فدي احنا مؤمنين بها وعارفينها. نعم. وبالتالي يعني مثلا الان زي ال 14 الف اللي ذكرهم الاستاذ انه فقدوا وظائفهم، ليه ما تكون هناك مشاريع تنمويه عشان تستوعب الناس ديل وغيرهم؟ بيحملوا مشكلتنا بنخلق مشكله وما بنسعى في حلها. طيب فلان واحده من الاشكاليات الكبيره، انا كنت مرشح رئاسي طيب وواحده من الرؤى بتاعتي وطرحتها في البرنامج الانتخابي انه شرق السودان بالذات محتاج لي اقل شيء 70 مليون عشان تكون في تنميه حقيقيه شرق بس. يعني القضايا في 2 مليون يا اخي، 2 مليون دي مبده ما فيها 2 مليون ومنطقه زراعيه ضخمه، يعني دي ممكن. عشان كده انا بستغرب انه احنا حكومتنا بتمشي تشحد، والحل عندنا. عشان كده قلت لهم الحل في الخرطوم وليس في واشنطن، الحل في الخرطوم وليس في لندن، الحل في الخرطوم وليس في الرياض ولا في ابو ظبي، الحل هنا. لانه احنا الليله منطقه زي القضارف من اخصب ارض الله سبحانه وتعالى، تنتج في الفول، تنتج في السمسم، في زهره الشمس. يعني ممكن القضارف دي براها تدخل لك سنويا 7 8 مليار دولار سنويا براها. بس تخيل فاهم 2 مليون نفر، و2 مليون نسمه ده باطفالهم بين نساهم. طيب فبالتالي انا مفتكر انه نحن محتاجين عشان الشرق وغيره عشان نقفل الباب امام العبث الدولي انه احنا محتاجين نحدث تنميه حقيقيه، نصنع مشاريع تنمويه. جميل. يعني الان كان في كسل دي كان فيها اكبر مصنع بتحتاج فيه بصل، ويتخيل كانوا الاوروبيين بيدفعوا قروش الناتج بتاعه سنتين مقدم. وحتى الان الحاجه ليه اتضاعفت، الان اتضاعفت تقريبا 10 الحاجه العالميه الان البصل قبل فتره وصل الطن بتاع البصل السوداني ده الى 1000 دولار. الفدان الواحد في كسلة الفدان بيطلع 30 طن بصل، يعني الفدان واحد بيطلع 30000 دولار. عجيب. طيب جميل، هذا في الملف الاقتصادي. نعم. فلذلك انا اقول شنو، عشان نحن ما هي مترابطه مع بعض مشابكه، يعني مشابكه مع بعضها البعض. اصلا في تنميه اقتصاديه في ازدهار، في ازدهار، في طموح، في امل. بيقلل الابواب بتاعت الحرب والابواب بتاعت النزاعات، لكن في يأس، في فقر، في موت، معروفة الحكاية كده. عشان كده حتى ربنا لما ذكر العقوبة الخوف والأمن، جيب لك شنو؟ الجوع والخوف. كل ما جاء الجوع جاء الخوف، معناها في اضطراب، في مشاكل. فلذلك يعني انت لو جاتك صور من بعض الأشخاص في غريب شرق السودان يعني عايشين على هامش الحياة، يعني معدمين. يعني فلذلك افتكر انه
الآن الدولة واجبة والإدارات الأهلية وكل المكونات بعد حل المشكلة لا بد أن تكون هناك مشاريع تنموية منها تغذي خزينة الدولة ومنها ترفع مستوى الناس الاقتصادي وتقفل أبواب الاحتراب دي يعني. جميل، وده بقولنا مباشرة إن شاء الله لملف محور الحلول إن شاء الله حنختم به الحلقة دي عقب الفاصل. الإنسان البسيط والطيب والعفوي واللي خدم السودان بعرق جبينه وأخوانا 14,000 اللي زي ما قلت حملوا اقتصاد السودان على كتوفهم، كيف نحن نوعيهم بمسألة المخاطر اللي محدقة بهم والناس اللي ممكن يأججوا الفتن ويخلقوا المسألة دي منها حرب؟ بعد الفاصل إن شاء الله نجاوب على هذا السؤال أستاذ محمد. فاصل من ثم نعود نواصل مشاهدينا الكرام، تابعونا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في حديث الناس التعايش السلبي، حلم سهل المنال إذا ما توفرت الإرادة أو الإرادة. بصحبة ضيوفي داخل الاستوديو أستاذ محمود عبد الجبار الخبير الاستراتيجي والأستاذ محمد عثمان الرضي الصحفي والمحلل السياسي. أستاذ محمد، طرحنا عليك سؤال قبل الفاصل، مواطن البسيط المكتوي بنار الظروف الاقتصادية اللي كل سوداني بعيشة حتى نسيت بؤرة الحكاية، أنت من القبيلة الفلانية وأنا من القبيلة الفلانية، كيف نوصل له الوعي بطريقة سهلة ويخرج من الدائرة دي؟ 14,000 عامل من عمال الشحن والتفريق تتمثل مهمتهم في تفريق الصادرات والواردات من داخل البواخر. شايفك وقفت في الحتة دي كثير يا أستاذ محمد. تتراوح نسب تعليمهم، تعليمهم بسيط جدا، أعمارهم تتراوح ما بين 50 و20. الآن فيهم حكاية بتاع 30% منهم شباب، عقدنا الورش وسمينارات من أجل تمليك وسائل إنتاج وسائل رزق بديلة لهؤلاء الذين تضرروا من التحديث آليات المناولة في ميناء بورسلان. تم عقد 14 دراسة من بيوت خبرة متخصصة فيها منظمات وطنية فيها منظمات أجنبية، وتم تسليم هذه الدراسات للجهات المختصة بحضور رئيس الجمهورية السابق وبحضور كل طاقمهم من الوزراء المختصين، وزير المالية، من وزير الرعاية الاجتماعية. طيب، حتى تاريخ حتى 11 أبريل وزوال الرئيس لم يتم تنفيذ توصية واحدة من هذه الدراسة. المطلوب الآن حكومة الانتقالية عندما ذهب رئيس الوزراء في زيارته إلى مدينة بورسودان من أجل تفهم المشكلة من على قرب، فاجأه السيد الوالي بملفين، ملف البطالة. الآن نحن نتحدث عن 14,000 فقدوا عملهم، لكن أيضا حوالي 5,000 خريج من مختلف التخصصات. جامعة البحر الأحمر، جامعة البحر الأحمر لوحدة غير الكليات الخاصة تخرج حوالي 3,000 خريج في مختلف التخصصات سنوية. هل تم توظيفهم في المؤسسات لا يتجاوز 750؟ هي الوظيفة ذاتها بتكفي يا أستاذي؟ ما حتى الوظيفة ذاتها اللي قلنا أضيق أبو الرزق وظفوا 750. فأنا بعتقد الآن كل هذه الدواعي وكل هذه الأسباب هي أسباب منطقية وعقلانية تؤدي إلى الانفجار. كل المشاكل التي تحدث في شرق السودان هي مشاكل متراكمة. طيب، في ظل الأزمة الحالية دي ونحن البلد عايشة أزمة اقتصادية، الحل ممكن يكون كيف لحد ما الأمور الأمن يستتب والناس ترجع والبلد يكون فيها إنتاج؟ الحل بسيط، هنالك بيوت تمويل متخصصة. طيب، إذا رفعت هذه الدراسات إلى بيوت تمويل متخصصة يمكن المشروع ما كبير. نعم، يعني حوالي 3 مليون دولار ولا 5 مليون دولار كأقصى حد يتم تمويل هذا المشروع ويتم توظيف كل الذين تضرروا من عمال الشحن والتفريق، وبذلك نكون طوينا مهدد أمني خطير أصبح الآن يلوح في الأفق. واحد. نمرة اثنين، الآن إزالة المسكيت، الآن اعتماد 70% من مواطن الولاية على مشروع دلتا توكر. ولاية البحر الأحمر بالمناسبة عموما هي ما ولاية زراعية، المنطقة الوحيدة الزراعية هي منطقة دلتا توكر، لكن كان مسكنا الإقليم برمته طبعا إقليم زراعي من الدرجة الأولى. نعم، بس ولاية القضاري دي بالذات ما تنتج من 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 منتجات زراعية. الآن الدكتور خبير اقتصادي يعلم بالأرقام. الآن الحل بسيط، ويمكن أن يحل قضية الآن قضية شرق السودان، قضية تنموية، قضية تأهيل إنسان.
يعني الإنسان البسيط ده بمناسبة حاجة بسيطة جدا ممكن ترضيه. صحيح. والمواطن السوداني بطبعه قنوع. أنا نحن لا نتحدث عن رفاهية أصلا، لا نتحدث عن رفاهية، نحن الآن نتحدث عن أبجديات الحياة. الآن في عمل كبير جدا كان تم في صندوق إعادة بناء وتنمية الشرق، الصندوق طبعا واحد من مخرجات اتفاقية أسمرة، رغم هنالك كانت حنات المشروعات التي تم توزيعها في الولايات كانت مترامية الأطراف وكانت بعيدة ولم تلامس المشاكل الحقيقية والمواطنين والأخير، لكن كان في مشاريع كبيرة جدا ممولة من المانحين. يعني أصلا إحنا عندنا طريق توكر قرورة، ده طريق كبير جدا بيربط الولاية بدولة إريتريا وطريق اقتصادي. شوف الدول الحدودية دي دار تضمنها ودار تضمن أمنها بكمية المصالح، كل ما كان معدل المصالح المشتركة عالي كل ما كانت الحروبات والعدائيات قليلة جدا. إذن واحدة من الحلول يعني الفتح المسارات مع دول الجوار والاشتراك، الحكاية دي بعمل أو عمل بتاع مصالح. أنا سأعود لك إن شاء الله مزيد من الحلول. أستاذ محمود، ماذا تقترح من الحلول حتى يظل النسيج الاجتماعي مترابط ومتماسك؟ هو طبعا أولا دايرين، أنا ذكرت إنه الاقتصاد شيء أساسي فيها، قضية اقتصادية بالدرجة الأولى انعكست اجتماعيا، دي واحدة. الشيء الثاني يعني إعلاميا داخل الإقليم ذاته التغطية الإعلامية ضعيفة، يعني اللي هو قصة إنه المواطن في هذا الإقليم يدرك حجم التآمر عليه هو وعلى البلد عبره. ماذا تقترح في هذه الجزئية؟ في هذه الجزئية أنا أفتكر إنه لابد يكون في إعلام وهادف يوصل الرسالة للناس، وتكون في غوافل ذاتها توصل القصة بتاعت مع إزالة الغبن وحل الإشكاليات وتعويض المضررين، يعني أنت تحل الإشكال اللي حصل وتداعياته فكده تصفيت النفوس. بعد ذاك تقوم تبث الوعي بتاع إنه يا جماعة المسألة دي في خطورة عليكم وعلى البلد عبركم، فلا بد يحصل. الشيء الثاني المشاريع التنموية ذكرتها في البداية، أصلا ما في مشاريع تنموية أصلا ما في أمل أصلا، يعني أنا ما لاقي اشتغل. البطالة، يعني لسه الكلام اللي ذكره الأخ عن البطالة، وما يغلم الشرق وحده، كل السودان، أي كل السودان في مآسي. يعني إحنا في فترة من فترات هنا في الجزيرة الواحد بيخلي حواشته بيجي يبيع له كبابي بتاعت شربات، بيفرش له مساويك. واحدة من المهام الفترة اللي انتقل لحددها اللي هي نص معالجة البطالة في محور الشباب بالضبط كده. يلا نحن المؤسف شنو؟ إنه الفريق السيد حمدوك ما شغال بالقضايا اللي بتكلم فيها دي، شغال بتصفية حسابات، شغال بخلق أعداء، اعتقال ناس في يعني شنو قضايا ما وقتها. نحن الآن الناس واقفين طابور للرغيف، والناس واقفين طابور للبنزين وللجازولين، وفي نفس الوقت وزير المالية قال لهم ما في حاجة. بدل ما يزعم على الجميع عشان نحن نطلع من الأزمة دي، هم بيصنعوا في أعداء جدد. يعني فلذلك أفتكر إنه سيد عبد الله حمدوك رئيس الوزراء وهو الآن صاحب الشعبية الكبيرة، يعني ممكن هو الوحيد الآن مثلا يلقى عدد كبير من الناس ما يدينه حتى الآن، لكن إذا استمر في طريقة فريقه ده كده هو حيفقد الناس. الشيء الأهم يا تكون محفظة، يا الناس ترجع لصندوق عمارة الشرق ده ويحصل صناعة مشروعات تنموية حقيقية. يعني يا أخي بورسودان دي وشرق السودان يا أخي نحن نمشي عليهم نغتات منهم. يعني كيف مشروع زي مشروع دلتا توكر يغطي المسكين 70% منه؟ كيف يعني ده كيف يعني؟ أنا أؤكد لك كل مشاريع السودان، يعني عندك النيل الأبيض والجزيرة وصل المسكين لدرجة فظيعة. تعرف أنا في 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 برنامجي الانتخابي سبحان الله قلت أنا سوف أطلق حملة قومية لمكافحة المسكين، لأني أنا في قريت في إسبانيا المناطق كانت بتزرع، في أستراليا كانت بتزرع قمح، ما تخلصوا من المسكين إلا عملوا حملة قومية رعتها الدولة حتى انقضوا على المسكين، وبعد ذلك استعادوا مكانتهم في تصدير الدقيق الاسترالي والقمح. نحن الان مشاريع بخصوبه دلتا توكر، يعني ما عيب علينا يغطيها المسكين؟ النيل الابيض ده مشاريع العاشه دي كلها انتهت. فانا ما بعرف كيف يعني انت دوله بهذه الموارد، بس زراعه وثروه حيوانيه، او زراعه بشقيها نباتي وحيواني، بس خلي اي حاجه ثانيه، انت كيف تخليها مشروعات الدول تدفع قروض عشان تسوي الأرض؟ جميل. طيب عشان يتحقق هذا الأمر، الشيء الذي ذكره أستاذ محمود، ما المطلوب أستاذ محمد؟ أنا والله
ليس متشائما ولا أعرف التشاؤم في حياتي، وديننا الإسلامي أمرنا بالتفاؤل، تفاؤلوا خيرا تجدوه. بالرغم من هذه المرارات وبالرغم من هذه الجراحات وبالرغم من هذه الهنات، نحن قادرون إذا تواجدت الإرادة، إذا توافرت الإرادة السياسية، نحن قادرون أن نعبر إلى بر الأمان. ما هي الآليات التي تقترحها حتى نعبر إلى بر الأمان يعني في ظل الحكومة الحالية؟ الحكومة الحالية من المفترض أن تتفرق تماما إلى معاش الناس، وتترك القضايا الانصرافية التي لا تخدم مصالح الناس. الآن يشغلون الإعلام باعتقال دكتور علي حاج، بالزج بقيادات النظام البائد. ماذا يستفيد المواطن البسيط الآن الذي من الصباح الباكر يأتي إلى طوابير الخبز أمام الأفران، وتأتي السيارات في محطات الوقود بالصفوف؟ حلوا المشاكل التي تهم المواطن، ثم بعد ذلك تفرغوا لاعتقال فلان ومحاسبة فلان والزج بفلان بالسجون، وأترك هذا الأمر للجهات القانونية المختصة، النيابة، القضاء. ليس من مهامكم، ليس من مهام الحكومة الآن توجيه الاتهام لأي شخص. هناك مؤسسات عدلية معترف بها، معروفة بالنزاهة، معروفة بالشفافية. أتركوها تعمل عملها، وتفرقوا تماما لمعاش الناس إن كنتم فعلا جادين أن تحلحلوا مشاكل المواطنين. الآن ما زالت ثقة المواطن فيكم لم تتزعزع بنسبة 100%، وما زال المواطن حتى الآن يتشبث بكم لأنكم خياره الوحيد ولم يجد خيار آخر. ولكن إذا تمادى الأمر وإذا ذهب في اتجاه آخر، قطعا الشعب سيكون له خياره، وسيبحث إلى آخرين بديلين، وسيبحث إلى ثورة أخرى. طيب، سياسة إطفاء الحرائق عمرها لا تجدي أستاذ محمود، حتى لا يتكرر الأمر. عندنا حوادث شهدتها القضارف وشهدتها بورسودان، حتى لا يتكرر هذا الأمر وينتقل إلى إقليم آخر بين مكونات يعني قبلية في منطقة أخرى، تقترح ماذا؟ أول شيء أنا أقترح أنه الدولة توجه خطاب للشعب السوداني أنه يا جماعة إحنا تحولنا من الثورة للدولة. طيب الآن بس مثلا ممكن في جبرة تكون مواصلات ماف، تجيب عربيتك يطلعوا لك مجموعة من الشباب، يا توقف عربيتك غصبا عنك تشيل ناس، يا كسرت قزازك. حصلت في الكلاكل، حصلت في مناطق كثيرة. فبقت قصة الجسارة من المواطن على 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 خرق القانون والتصرف خارج سلطة الدولة بقت ظاهرة. دي لابد انه الدولة تخاطب الناس، يا شعب يا سوداني، ثورتكم الآن حققت هدفها، خلونا نبني مع بعض. نعم، لا نريد. لو بقى الثقافة تاني ما حتنتهي كله لو بقى الثقافة إنه يزول يقلع حقه ويزول، دي واحدة من الإشكالات الكبيرة جدا جدا. الشيء الثاني يعني هسه دي المواصلات. أنا عندي زول بعرف سألته بيجي من الجرافة للسوق العربي، قال لي عشان أوصل للسوق العربي من الجرافة بصرف 50 جنيه، ولما أرجع بصرف 70 جنيه. فتخيل ده 120 جنيه دي مواصلات بس. يعني انت لو عندك 3-4 طلاب في الجامعة عشان يتواصلوا بس داري لهم كم؟ فأنا أفتكر إنه الآن واحدة من الإشكاليات الكبيرة اللي لازم نحن عشان ننتقل من الدولة، من الثورة للدولة، في نصف دقيقة، يعني لابد إنه الدولة تتصرف بمسؤولية. مشكلة المواصلات دي القضية ما وقود بس، على شح الوقود. نعم، هناك قضية تانية. المواطن ده صاحب الحافلة ده بيقول لك يا أخي أنا الإسبير السعر ضعف 10 مرات. القضية ما وقود فقط. الكمسار أنا كنت بديه 50 جنيه، الآن بديه 300 جنيه. فدي كلها مع بعض. فعشان كده الحكومة مطلوب منها تنظر بمسؤولية لكافة الملفات، وتجيب ناس مختصين. ما تجيب لي وزير ما عنده خلفية بس خلفيته إنه كان معارض النظام وقاعد برا السودان. لا، جيب لي زول عنده خلفية وعنده خبرة، لأنه الوثيقة أكدت على الخبرة والكفاءة. فإنت دي واحدة من أهم الكلام. الآن إحنا جونا وزراء كل يوم طابزين البلد طبزة. في 30 ثانية أستاذ محمد عبد الجبار خبير استراتيجي، ماذا تقول ختاما لهذه الحلقة حتى يكون هناك تعايش سلمي؟ أقول أولا لأهلنا في البحر الأحمر وفي
شرق السودان بشكل كامل. الشعب السوداني كله بينظر لكم بعين الرضا والاحترام والتقدير، وانه ما تبدو تكونوا ثغرة لتقسيم السودان عبركم. حلوا خلافاتكم بالطرق والآليات القديمة المعروفة عندكم حسب عرفكم وعاداتكم وتقاليدكم، وقول للدولة انتبهي للمهددات الحقيقية للبلد واتركي القضايا الانصرافية. شكرا جزيلا استاذ محمد عبد الجبار خبير استراتيجي. استاذ محمد ختاما، ماذا تقول في اقل يعني او في نصف دقيقة؟ نحن غادرون على حلحلة مشاكلنا وقضايانا في البيت الداخلي. لدينا قيادات إدارة أهلية معروفين بالحنكة والتجربة والممارسة الرشيدة، يحلحلون قضايا أكبر من تلك الأحداث التي حدثت. نسمي جهدهم ونقدره، وأيضا نسمي جهد الأجهزة الأمنية التي وقفت في هذا الأمر وسعت بكل ما أوتيت من قوة رغم إمكانيات الشحيحة والمتواضعة، سعد بكل ما أوتيت برغم هذه الإمكانيات من أجل حفظ الأمن والاستقرار. وتحية خاصة ثم خاصة ثم خاصة إلى قوات الدعم السريع، وتحية أخص لقائد قوات الدعم السريع الذي أرسل تعزيزات أمنية كبيرة جدا استقبلت بالزقاريط وبالفرح من قبل المواطنين. شكرا جزيلا استاذ محمد عثمان الرضي الصحفي والمحلل السياسي، سعدت بكم ضيفي داخل الاستوديو. شكرا لكم جزيلا. شكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابعة. الحديث كان عن التعايش السلبي، حلم السهل المنال إذا توفرت الإرادة. رسائل وجهت للحكومة أن تهتم بالقضايا الحقيقية التي أدت إلى اندلاع مثل هذه النزاعات في شرق السودان وفي مناطق أخرى كذلك. الاهتمام بمسألة البطالة وهي الآن أصبحت مهدد كبير، الاهتمام بقضايا الناس الحقيقية حتى لا نهيئ البيئة لنشوب بعض الهنات هنا وهناك. نأمل جميعا أن يعيش السودان بأمن وأمان واستقرار بإرادة شعبه وأبنائه وبتكاتفهم وبإرادة الحقيقية من قبل الحكومة القائمة الآن في السودان. سيواصل برنامج حديث الناس مناقشة مهام الفترة الانتقالية الواردة في الوثيقة الدستورية في مقبل الحلقات. إلى ذلك الحين تحياتي وفريق العمل، في أمان الله. حياة طيبة.